السلطة عندنا في المغرب عندها مشروع واحد، مشروع واحد هو الإقصاء، مشروع واحد هو الظلم، مشروع واحد وهو القمع. انظروا مثلا، لقد تبعوا ندوة صحفية وكذلك تجمع من أجل الدفاع عن حرية الصحافة في المغرب بفرنسا بباريس، وبعثوا بالجلادين وبعثوا بالانتهازيين وبعثوا بقواتهم لتشتيت هذه الندوة لأنها تدافع فقط عن حرية الصحافة، واليوم يريدون أن يقولوا للعالم انظروا هذه احتجاجات في المغرب، نحن بلد ديمقراطي عندنا الحرية تبارك الله في المغرب، أما كيحتجوا؟ سنحتج ضدكم رغم المنع ورغم الحصار، فلن يستمر هذا المنع طويلا. ليس هناك سلطة مستبدة ستنتصر على الشعب، هذا مؤقت. يجب على السلطة في المغرب أن تعمل على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الذين زج بهم في السجن لأنهم احتجوا فقط من أجل حقوقهم، من أجل المستشفيات، من أجل التعليم، من أجل الصحة، من أجل العدالة. هذا حق للمغاربة أن يحتجوا وأن يقولوا لهذه الأقلية، هذه الأقلية من النصوص التي تستفيد من خيرات المغرب، هذه أقلية جماعة تتحكم في رقاب ملايين المغاربة. تحية نضالية دائما الأحرار والحراحر، تحية الناس اللي كتضامن مع عبد المولى، تحية الناس اللي دائما كتساند عبد المولى، تحية لكم كصحافة لأنكم كتوصلوا المعاناة نتاع عبد المولى. بالفضل ديالكم أنا كنجي باش أي وقفة كتكون كيف ما غتكون معاقة ما عندهاش علاقة بالابن ديالي، كنوقف باش نوصل المعاناة نتاع عبد المولى، لأن عبد المولى محتاج في مركز النور لترويض المعاقين. عبد المولى خصو يكون في مصحة نتاع العلاج، عبد المولى واقف على عملية جراحية نتاع العمود الفقري تاع ظهرو، لأن فاش فات عليه السيارة تاع القوات المساعدة دهساتو نصف حي ونصف ميت. كنتمنى يتم إطلاق صراع عبد المولى للعلاج سواء داخل الوطن أو خارج الوطن. عبد المولى كل يوم كيموت قدامي وأنا ما لقيتش ما ندير له. كنتمنى الصوت نتاع عبد المولى يوصل المعاناة نتاع عبد المولى اللي هي كيعاني في صمت رهيب باش توصل المعاناة ديالو. عبد المولى لا حول ولا قوة إلا بالله. كنشكر الناس اللي هي كتضامن مع عبد المولى، كنشكر الأحرار صحافة فيسبوكيين باش يوصلوا المعاناة ديال عبد المولى. وبهذه الوقفة كنتمنى يتم إطلاق سراح عبد المولى للعلاج، وكنتمنى يتم إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين سواء جراطة سواء الريف، لأنهم توما خرجوا على كلمة حق ولكن تم الاعتقال ديالهم. كنتمنى يتم إطلاق سراح جميع المعتقلين. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.